أول شيء قبل ما بلش بدي أشكر إلي صعب على اللي ملبسني اليوم. إلي إذا عم تحضر جتام. So أنا شادن. توقعت زقفة بس it's okay. الكوميديا فن وضحكة وناس مبسوطة، بس شو في ورا الكوميديا؟ ورا الكوميديا قضية ورسالة، ورا الكوميديا صرخة شباب وتكسير للصور النمطية بالمجتمع. ما بعرف اذا انت جايه على هالمنطقه هيدي، هيدي منطقه المدفون. مدفون بعرفها بس جايه لهون قبل هلا هالمكان؟ لا. اوكي، هيدا اسمه لبنانيز يات كلوب، وهون بيعلموا سيلينج. المنطقه كثير حلوه اكيد، وهلا اليوم رح يحضروا لنا عشاء. ان شاء الله تكوني تحبي او تكوني جوعانه اول شيء. بضل في محل. وبتحبي السي فود؟ I love سي فود. اوكي، هون بيعملوا سي فود كثير طيب. سو إذا بدك نقعد على الطاولة، وإذا بدهم أنا كمان بتصيد مع بيي فينا نصير نبيعهم. إيه ليش لا؟ يعني يلا بنعمل بزنس اليوم. بزنس جديد. أوكي. شوي كنتي عم تقولي لي إنه عندك بسينتين وكلب. بسينتين وكلبة. إيه وكلبة؟ إيه. كلبة. كلبة مش كلب. ملطوش وزيتون هنا البسينات. زيتون زيتون بيو لملطوش. ملطوش سمعته ملطوش لأنه خلق مع لطشة. إيه. وزعتر لأنه بحب الزعتر. عم سميتيه زعتر؟ فسميتها زعتر. اوكي، دي صار عندك زمان؟ البسينات صار لهم شي اربع خمس سنين، زعتر صار له حصيره ثلاث سنين. وماكي وقت تنتبهي عليهم لهالحيوانات كلها؟ الحيوانات اسهل من البشر، يعني ما بشتغل انا بشركه. انا مرة حرة مستقلة بكل معنى الكلمة يعني. أوكي. فبشتغل على حسابي اللي هو ستاند اب كوميدي يعني. اوكي. فبلحق انه مسح كاكاو بيبي و... اوكي، بدنا نعرف هلا يعني بدك تعرفينا اكثر عن حالك، مين هي شادن؟ شو الفيرست امبريشن تاعتك عن شادن؟ هلا انت اكيد كثير مهضومة، يعني اول ما شفتك هيك فيس تو فيس قلبك قلبي دق. بعدين انت حلوه، يعني انت هلا على الفيديو حلوه بس هلا احلى انت شخصي. شكرا. خبرينا عنك. شادن فقيه. نفوس جنوب، يعني صوتي بيروح على الزباله. رحنا صوتنا ب 2018. طلعنا انا عمي بالحزب، يعني اجى عبطني عمي مين بدك تصوتي للسيد؟ قلت له فشرت. فتنا لجوا بدي صوت، وقفنا بالصف في مرت عمي، وعم نتحدث انا وياها. بتجي حجه بتقول لها انه ها مين؟ بتقول له هيدي بنته لابراهيم فقيه. سوري فتت بموضوع ثاني بس هلا لانه تذكرت القصه. اوكي. بنته لابراهيم فقيه بتقول لي وانه ليش ما بتطلع عنا؟ ليه ما بتجي بتقعدي بالجنوب بالنبطيه؟ قلت لها فيش بختنق. قلت ليش بدك تختنقي؟ قلت لها لانه سياستكم غير سياستي يعني هيك. قلت لها شو يعني؟ صدمت انه شو يعني سياستي؟ بدها تعرف اكثر. قلت لها يعني، قالت لي يعني لمين حتصوتي؟ قلت لها مش للحزب. قالت لي كيف يعني؟ صدمت شو حياتها. المهم الشخص اللي صوتنا له المستقل طلع له خمس اصوات بس. اوكي، فمن هيك صوتي بيروح. هلا سو الاصل من النبطيه. كفرت بنيت، عايشه كل حياتي ببيروت، ملحده، الاصل شيعي بس الايمان الحاد. برج العذراء، ما بعرف شو بيعني. ما اكيد عملتي استخباراتك عن ما بآمن بالابراج. انت كيف فتي بمجال الكوميدي؟ نحن بنعرف مخبر. انا بضحك. ايه اكيد انت بتضحكي وما في شك بالموضوع، بس هلا بهذا المجال بتعرفي، يعني انا مثل ما عم شوف انه ما في كثير بنات لبنانيات كوميديات، يعني عاده اللي بتحسي هالدومين طاغي عليه رجال، كيف بتلاقي هالشيء؟ هلا بالمطلق معظم الدومينات دومينيتد باي مان. اوكي. اما للكوميدي سين بلبنان ما كان في فعلا كوميدي سين. في الكوميدي سين القديمه تعول جيل اهلنا. صح. وبعتقد نحن هون بلشنا نخلق الكوميدي سين من اربع سنين. مع اوكورد، ما بعرف اذا سمعتها باوكورد، هي كوميدي بلاتفورم. صح. ايه. سو صار يطلع كثير كوميديانز. هلا صحيح في كثير قليل نساء، بس هلا في شيء اسمه اوبن مايك، ناس بتطلع بتجرب تعمل. بتشجعوا اكثر انه انا اكيد بشجع النساء اكيد، لانه الكوميدي
انت على مسرح سو انت عم تحكي عم تحكي مع ناس سو اذا انت عم تحكي مع ناس ضمن ديسكورس بس ما فيش منه ديسكورس نسائي وما ضروري حتى نسوي يعني هل انا نسويه بحد ذاتي بس ديسكورس نسائي سو ما فينا نحن نضل عم لان الكوميدي بيحكي عن الواقع صح بس بطريقه كوميديه وبطريقه سخريه سو وقت الواقع بس عم ينحكى من قبل فئه معينه من الناس يعني انت ما عم تعملي ريبريزنتيشن كامله شيء منه مقبول كمان فانا بشجع اكيد حالك انه انت عم بتشجعي هالبنات انه يفوتوا بهيدا الدومين اكيد يكون في شاب وبنت عم يظهروا سوا وغرام وانتقام لحديد ما ليلي ما بنعرف شو بيصير بيتخانقوا مشكل كثير كبير الاول ما له اخر وبيتركوا بيتركوا واثنيناتهم متاعين بالتركه وهي خلص قررت اي ونت موف اون بتقرر اي ونت موف اون كيف الواحد موف اون بتقرر تسافر من البلد 50 ولايه بذكروها فيه بدها تعيش بغير محل وهو مقتنع انه لا المشكله اللي صار مش مقبول ما بدي اياها بتاتا لحديد ما قبل بساعتين من طيارته بيكون قاعد بالبوكسر عم ياكل كورن فليكس بيقعد بيقول له او ماي جاد ورا معدون او ماي جاد او ماي جاد بينزل هيك على الدرج بالبوكسر بيركض حول الدرج بينزل تاكسي بيطلب التاكسي بيطلع بالتاكسي بيوصل بالتاكسي بيركض بالمطار بيقول لها بليز بدي تيكت بتقول له لوين بقى لايري بفوت لعندها اي لاف يو بيبوسوا بعض وبيمشي الحال تخيلوا السيناريو بمطار بيروت تعالى بعجقة سير بتوصل لجوا بتصف السيارة بتنزلي ممنوع تصفي هون سوري بس بدي قلها ممنوع تصفي هون صفي بباكين تفعل 30,000 بس بدي قلها بحبقى 30,000 بعدين الكذبة هي انه اذا انا بدي اعلق مشكل مع حدا وبدي الحقه على المطار بدي حضر للمشكل قبل بشهرين اطلع على النبطية اعمل اخراج ايد عائلة انزل صدق عند المختار روح على الامن العام قال له الله بدي هالورقة اللي فيش هالورقة تروح على الامن العام التاني هالورقة ما في ورقة بتروح البنت من بين ايدك مرة بشوفها للصفر عجبتك؟ ايه حلوة حلوة النايلون انترستينج ايه شو فكرتي لما شفت النايلون؟ لأنه فكرت انه لأنه إذا بالصحن الناس ما حتشوف انه عم ناكل سوشي فلازم يحطوني على النايلون النايلون تنس يعرفوا انه عم ناكل سوشي اوكي أهم شيء نحن أنا بحب السوشي بتحبي السوشي؟ بحب السوشي بحب السوشي عم بطلع فيه للسوشي اوكي طيب انت بتحب السمك ان جنرال؟ انا بحب السمك كثير بعتقد اكثر من اي شيء ثاني اكثر من التشيكن من اللحمه ومن كله ايه يعني هيدي الطاوله هلا هي الاكل هيدا المفضل عندي ايه مع اللحم النية مع يعني ايه لحم نية وتوم ونعناع طيبة اكيد ايه بدنا نحكي هلا نحن نسالك عن الكوميديا ما انت هون لانه بدنا نحكي عن شو بتعملي عن شغلي اوكي عن شغلك ومثل ما بنعرف اكيد الكوميديا يعني كانت هي من قبل بس نحن نضحك وترفيه وهيك هلا تغيرت الكوميديا يعني صارت صارت هادفه صارت لتخلق وعي بالمجتمع وعي معين بالمجتمع كيف بتلاقي حالكم انتم هل انتم يعني يو سيت ذا ترند بهيدي الفتره يعني طلعتوا كتير بقوة على السوشيال ميديا عم نحكي بهالفترة يعني من وقت الانتفاضة لهلا عم نحكي من وقت الانتفاضة لهلا ايه من وقت الانتفاضة اكيد كان اول مرة بياخد هالقد دور اصلا ضمن الديسكورس السياسي الاجتماعي اللي عم بيصير يعني يمكن كان اكتر مرة في تنقل هالقد لهالماتيريال الكوميديا اللي عم بتصير اللي من جهة هي انه صار عندي كوميونتي عم تحكي عن الوضع ايه اكيد ايه ومن جهه ثانيه انه في كثير ناس كسرت خطوط حمر ما كانوا ينحكوا قبل فالناس على استعداد اصلا يتلقوا ماتيريال كوميديه ساخره حتى لو انت يور بوشينج بمحلات معينه وسبيشلي بالانتفاضه لانه عم بتثوري عم تعملي ثوره سو انت عم تعملي ثوره فكريه ازوال وبعتقد الكوميديا هدفها انه هي بلاتفورم عادة اندر جراوند بتنزلي بتسمعي كل شيء اللي لا يليق بالمجتمع او جنرال صح بس هلا عم تحسي انه اللي هيك عم يتقبلوا اكثر لانه في اشياء يعني كانت عم نكسر كثير قصص تابو من المحرمات بتحسي انه ما حدا عم يحكي فيها هلا بتحسي انه في تقبل منيح لهالشيء في استعداد استعداد لانه اوريدي يعني انا يمكن اذا طلعت من 10 سنين وقلت ذات القصص اللي قلتها ما كان يمكن حيصير اللي صار هلا لحنا اشتغلنا انا وقتها كان عمري 15 سنه ما كانش في مثلا مره بتحكي بحريه كان كله رجال سياسيه رجال كوجود بحياتك انت كمره عم تحكي عن حياتك عم تشاركنا ما كان شيء فعلا موجود
وما كان في مثلا مره لزبيان كمان، انا ولا مره شفت حدا لبناني جاي بالمطلق مثلا بوقتي، سو ما كان في هذا. هلا صار في مره نساء عم تحكي، في ناس جايز عم يحكوا، في ناس سود عم يحكوا، في ناس انت بمحل وير انه بعتقد نحن بمرحله انتقاليه، انتقاليه كبيره كمان وبعتقد والصعب اصلا تترك هالمكان هو التحسن اللي احنا فيه. يعني هلا انت عم بتحسي انه انتوا عم بتاثروا، انه هل أثرت الثورة أو الانتفاضة خلينا نقول أثرت على حجم تأثيركم كمان على الشباب اللبناني هلأ كتير؟ طبعاً لأنه ما هي ما ليش اسمها ثورة؟ لأنه هي إذا أصلاً إذا 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 بالثورة ما بدك أصلاً تحكي عن كلهم قول إحنا مش عم نعمل ثورة. صح. إذا أنا بدي عم بعمل ثورة مش هيجيب نظام تاني ذكوري، ما هيجيب نظام تاني طائفة، ما هيجيب نظام تاني بيقمع المرأة، بيقمع الأقليات، ما حجيب نظام سابق عنده نفس الأوبريشن بس بس غير أسامي. صح. يا بدنا نعمل ثورة على كل الأفكار اللي هو أنا بدي أحكي عن الموضوع الطلاق وعن المحكمة الجعفرية، يا نحن عم نغير كل هول، يا نحن ليش عم نعمل ثورة؟ شو أكتر شيء صار معك بالثورة يعني لازم تخبرينا إياه؟ شيء قوي؟ شيء قوي؟ إنه هو يعني في عدة قصص. في مرة صرنا literally هيدي موجودة أونلاين المكافحة، عم يحكيني كشاب ديجا وقتها هيدي بعتقد بمظاهرة 8 أب كان عم يحكيكي كشاب؟ يعني ما عارفك عم يحكيني كشاب وزبت القنابل الغاز، ونحن في عدة طرق تتعاملي مع القنابل الغاز. أول طريقة هو في الإكيب اللي بيكون معه الجات المي ودغري بتطفي فبتروح أوكي. عم علم اللي بده يثور اللي بده ينتفض على قمعه هيك لازم تعمله بتجيبي يعني برميل مي أو سطل المي بيضل في حدا شغلته يركض مع سطل المي وحدا يلم وهيك كان عم يصير؟ لا أكيد أكيد. في تاني طريقة اللي هي التنس اللي هي اختي كانت تستعملها. اوكي لما انت كنت تستعملها؟ لانه انا عندي غير طرق. اوكي شو هي طريقتك؟ طريقتي الثانية هي فوتبول يلا بط بس عدة مرات شايطة اجري بكون بالغلط يعني بكون انه جاي كنت تخطونا خسر موتة وعم شوت الكمبلة الغاز وبشوت الارض بس انه في امرار كمان كتير ناجحة كانت. طب هلا انت هنحكي عن شغلك، انه شو بالنسبة شو بتقولي للاشخاص اللي بينتقدوا الكلمات او المصطلحات او الالفاظ اللي بتقوليها على المسرح او بتقوليها بمقابلاتك مع الاعلام، شو بتردي عليهم؟ قولي لي. في ليميتيشنز هول الناس عندهم يعني اذا الشخص بعده هن بيعتبروها انه منا مهذبه، بيعتبروها انه لانه عندهم لانه بنظرهم طريقتهم هي الصح. ايه لما انت تكون عندك مفهوم انه طريقتك هي الصح يعني انت بعد ما كسرتي مفهوم الحياه بالمطلق، عم عن جد حقلك فتلك اياها من الاخر يعني انه انا شادن لالي ما في شيء اسمه حقيقه مطلقه. اوكي يعني انا اليوم بعيش ضمن افكاري لانه اصلا انا كيف عم شوف الحياه هي من منظوري الي فقط. سو دليل على شخصيتك الجريئه هيدي ما ضروري بس جريئه، عم بحكي كل شخص انت اليوم القعده هيدي اللي عم تعيشيها عم تعيشيها بطريقتك وانا نوي انا انت الواقع الحقيقه اللي عم بتصير منها حقيقتي. اوكي سو ما فيش حقيقه مطلقه، حيلا حدا بيعتبر انه في حقيقه مطلقه يعني بيعتبر انه في طريقه صح وبيعتبر في طريقه غلط. سو انت برايك هيدي مش غلط اكيد. شو هو انه اكون جاي مثلا او سب او اقول عن السكس وهول؟ في ناس طريقتهم بعيشوا بهالطريقه وفي ناس لا. يعني انت هلا لما بتحكي هيك وبتحكي هالكلمات هيدي بحس انه بصير يمكن حدا تاني يبلش يحكي وحدا تاني بتصير هالشيء نورمال يعني شيء اكزاكتلي نورمال يعني احنا مثلا مثل بامريكا بتلاقي عادي بيحكوا طالع نازل ما في مشكله بس بعدك عم تسميه طالع نازل يعني يعني بعدك عم تعمل جادجمنت عليه طالع نازل ليك لا قصدي مانو غلط مانو غلط بس عم اقول لك ليك حقلك شغله يعني اليوم نحن كيف بنحكي انا طريقتي بالكوميديا اوكي انا مش عم اقول لك انه انت انه طالع نازل لانه بعدنا كلنا عندنا هيدي الفكر انه في شيء يعني غلط يعني شي مش غلط. متقبله كثير يعني في اوقات قصص يمكن تنحكى تحت الطاوله بس انت كل هول القصص ما بتحكيهم لحالك بالبيت مع رفقاتك او عائلتك؟ اي يمكن اي بحكي ايه كلنا بنحكي كل شيء ايه كلنا بنحكي عن الدين كلنا بنحكي مش معودين مش معودين الفرق ما معودين على العلن نحكي ايه. كل المواضيع بتنحكى بس ما معودين نحكيها على العلن ايه. سو اليوم عن موضوع اسئلتنا الوجوديه عن الله ايه. ما بنسمع ما بتتجرأ تقولي انت انه بس انه لحظه ليش الله عم يعمل فينا هيك الله شرير ما فيك تيجي تقولي هذا الشيء لانه في مواضيع في حقيقات مطلقه بالواقع بس اليوم الهدف مثلا من الكوميديا هي اجي اقول انه انا عندي افكاري وهدول الافكار از لونج از مش عم ياذوا حدا انا حق يكون موجود فيهم كليا وانت افكارك حقك انت اذا بتقلي انه انت لإلك اذا حدا بيقول لي الله انثى بقول له هذا رايك انا لإلي الله ما موجود بس هذا رايك وما في الا انه انت غلطان ما بقول لك انت غلطان شو عرفني
يعني اذا انا بدعي المعرفه المطلق اللي بيعرف عن جد اللي عنده معرفه بيفهم انه هو ما فاهمين شيء من الحياه. انت ما عندك جواب على الحياه، ما بتعرفي شيء. يعني هذا واقعنا انه الانسان كل ما بيكبر بيكتشف انه ما بيعرف. سو انت على اي اساس عم تيجي تقولي للناس كون هيك وهذا الصح وهذا الغلط؟ نزلوا عن عرشكم نزلوا عن عرشكم ليف اند ليت ليف. بدك تحبي على طريقتك ما حقلك كيف تحبي، بدك تكره على طريقتك اذا بتاذي حقلك ما تكره بهالطريقه. بس بدك تعيشي على طريقتك عيشي خلص واتركونا. يعني حلوه هالفلسفه. بلش ناكل؟ ياكل. قلي لي اذا بدك اساعدك بشي حط لك بليز. لهلا بلشت اكل. اوكي. هل انت بتتعرضي اوقات يعني اجهزه الرقابه بيعملوا لك مشاكل، بيعملوا لك قصص من وراء اللي بتقوليه يعني؟ انه جربوا. ايه شو صار؟ ما قدروا. انه شو بدهم يعملوا؟ انه يقولوا لك تسكتي؟ انه نحن بحال مش حنسكت. ما طلع معهم شيء يعني؟ لا. وبعدين صاروا عم بيعملوا له فولو يعني بيحضر قصصي. اوكي صار عم يحبه. هلا مصاحبه واحد منهم تخيلي. لا بس انه انه بيسمعوا الكومنتس يعني. اوكي. بدك تخبرينا هلا خبرية انه استدعوك على على المخفر ببيروت. ايه خبريني شو صار يعني، ما ضروري تقولي القصه كلها بس انه هيك مختصر مفيد. بيسكلي بنظرهم انا خليت بصوره الامن العام، الامن العام قال قوى الامن وقت دقيت لهم قلت لهم وقت الكورونا دقيت لهم قلت لهم انه صار الساعه 5 وما فيش اظهر بس اجتني ممكن تجيبوا لي كوتاكس. قلت لهم هيك؟ دقيت لهم اتصال حقيقي. ويمكن هون بهالنقطه انه اوكي يمكن معهم حق، يمكن انه ما كان لازم دق 112 يعني، بس هو كان في فكره واضحه. بس يمكن افتكروا برانك هيدا انه انت اكيد منك جديه بالموضوع. لا اذا انا سؤالي اذا عن جد انت اجتك ومسكر البلد وقالوا لك وبدهم يعطوك ضبط، كم ضبط اكلت انت بالكورونا؟ انا اكلت ضبطين فمشان هيك يعني وانا معصبه منهم، اعطوني ضبطين وانا هلا خيئه انا اذا اجتني وبدي اظهر وبدي اجيب كوتاكس. شو قالوا لك؟ انه خلص عملوا التحقيق وجربوا. لا لا عيطولك نزلتي لعندهم وصار يحققوا معك عن جد لانه ورا هيدا الاتصال؟ طب وكيف انهيتيها معهم؟ حبوكي حبوكي كاريزماتيك. ايه وعملوا لك فولو. اكيد هني عندي. ايه اكيد عندي. واحد بالبنايه بتحبي من هيك؟ ضمن المعلوماتيه هو بيشتغل قوى امن. ايه بالمعلوماتيه. ايه بليز هيك بشوفه طالع نازل. ايه زي بيسالنا انه شو ما نزلتي معهم اليوم قدام بيت ما بعرف مين. بس هو من الناس اللي بيراقبوا اكيد يعني المعلومات انه الاونلاين. اوكي اوكي يعني بس خلص they cannot control what people say. مرقت على خير يعني هيدي القصه. طيب شو اكثر شيء هيك استفزك ويعني اكثر مسج اجتك قلتي ما معقول هيك ما معقول يعني استفزتك بقوه؟ من ناس؟ انه من ناس. ايه اونلاين؟ ايه لا صار معك شخصي؟ انه يبعثوا لك قصص قوية هيت. اكيد اكيد يعني انه على قصص وقت احكي عن نصر الله. اوكي ووقت احكي عن السكس بيبعثوا لي انه في شباب مثلا بيفكروا اذا انا عم بحكي عن السكس يعني اهلا وسهلا يعني. اوكي بس بالمقابل في ناس وقتها تحكي عن المواضيع بيحكوك عن جد تو اوبن اب. بس شو بتعملي؟ بس بتقريهم انت وما بتعملي شيء؟ امرار بتسلى فيهم. كيف؟ تبعتي؟ اكيد انه انا اكيد انا كوميديان يعني. أوكي. انا الرتي حيكون قوي. سو انا عم بلعب معهم عم يعملوا لي منتل اكسرسايز سو بيبعتوا هيك عم بيشرم طولي بس انا بدي الاقي طريقه هيك ذكيه ومهضومه اجاوبهم. ايه فاتس منتل اكسرسايز للكوميدي يعني ضمن شغلي يعني هن عم بيساعدوني لشغلي. عرفتي؟ بدي اشكر اللي بيكرهوني والناس اللي بتبعت لي مسجز لانه عم بتساعدوني بفكري. مرة اللبنانية على طول بتبين قوية، بتبين انه عندها كل الحرية او الحرية المطلقة، بس في قضايا كثير عن جد بتعاني منها لما اذا بدك تحكي عن القوانين، يعني في قضايا عندك التحرش، قضايا العنف ضد المرأة، الجنسية اللي بدك اياه، في كثير قصص حتى الحضانة بعد الطلاق كمان في مشاكل كثير بتصير مع المرأة من وراء هيدا الموضوع، شو بتعملي؟ هل بتطرحيهم أنت على المسرح أو يمكن كأكتيفيست مشتركة بجمعيات؟ أكيد عندي بنت عن المحكمة الجعفرية. إيه بديش أحكيها هلا بس أنا بنتقد المحكمة الجعفرية. بتنتقدي المحكمة الجعفرية؟ لأنه أنت المرأة فيها تطلق.
اذا المراه جوزها بده ما فيها تطلق، اذا المراه جوزها بخطبها ما فيهاش تطلق، امتى المراه فيها تطلق؟ انت انفلونسر، انت هلا مؤثره بال بال بالمجتمع اللبناني، لازم تستخدمي هل تاثير هيدا بشيء؟ طبعا خصوصا عن المراه. يعني اول شيء دجا عندك انت مراه عم تحكي بهالحريه، دجا هو جزء كبير من الحرب، صح، من الصراع ومن من تحصيل الحق، صح. يعني انه تنحصل حقوقنا يعني. ها من جهه، من جهه ثانيه هو القضايا مثل ما قلت انه الاكزاكت توبكس ذات اي توك اباوت انكلودز الماينوريتيز بالمطلق، المراه سبيسيفيكلي، اكيد مجتمع الميم، الامور الطبقيه. حاسالك عن مجتمع الميم وهيدا، بس غير مجتمع الميم بدي اقول بس تقلك، ما انا لقلي انه ما انت اذا بتفوتي انت اذا انا بعتبر انه اذا انت نسويه يعني انت عم تحاربي لحقوق العداله للكل، صح، يعني انه العداله يعني عم تحكي من موقع طبقي، يعني عم تحكي انه انا بدنا نحارب نحن الطبقيه، بدنا نحن نحارب اي نوع اوبريشن او الكفاله او كل شيء عنا قمع بالكون حوالينا، يعني مش بس للنساء، لانه اليوم اذا انا عم بحكي عن النساء هل هيدا ما بيعني انه انا بحمي النساء مثلا الدوميستيك وركرز اللي بيشتغلوا ببيوتنا؟ اوكي، يعني اذا انا بدي احمي النساء ما بدي احمي كمان هالمره، سو انا بدي احارب كل هالجبهات، هذا يعني بيسكلي كله انكلوسيف. سو انا لقلي كل المواضيع هن مواضيع اساسيه نتطرق لها، لانه ما فيك تتطرق بموضوع معين بلا ما تتطرق للثاني، وهذا انا رايي الشخصي يعني. طب بحكي لنا عن شيء هيك منظمات مثلا موجوده اورجانيزيشنز بلبنان اللي بتحسين انت عن جد انت يعني متعاقده معهم، او انت بت يعني بتعملي اشياء معهم اللي عن جد تساعدوا هالنساء؟ انا بشجع كثير المنظومات وهيك، بس انا ما بحب اكون جزء من حيال شيء يعني. اوكي، انا بس في منظومات، حسب اذا بدك تحكي منظومات سياسيه ولا منظومات اجتماعيه. اجتماعية عندك حلم بيشتغلوا شغل للال جي بي تي كيو، للمجتمع الميم، في عندك للعنف شو اسمه الاسري او عنف الاطفال، في عندك هو اللي بعلبك مثلا بيحكي كثير عنه لانه هو بيشتغل مع حمايه مثلا، حمايه للاولاد، في عندك كثير ان جي اوز، يعني في عندك الام سي سي اللي هو للدوميستيك وركرز، مايكرو كوميونيتي سنتر اللي هو بيعطيهم ورك شوبس وبيحميهم نوعا ما، وعم بيحاربوا على قصه الكفاله. في كثير من كل شيء يعني، نقى واختاري ماذا. طيب شو حاجات تطوير العمل الكوميدي؟ شو عايزين الهدف اكيد؟ انه شو عايزين هلا تنطور هيدا الشيء؟ الناس تحكي اكثر، بس تطلع تعمل كوميدي اكثر. اوكي، وهالشيء هذا بيطور، وبعتقد كمان عم نحكي اذا عم نحكي تراديشنال ميديا، التراديشنال ميديا بعد على القناه بالماضي، صار وقت فوت جيلنا نحن نستلم شوي بليز هالفتره. أكيد. الميديا لازم، لانه الميديا ما فيها تضل على القناه بالسنه 90 وال2000، صح صح، خلص. وبعتقد انه سلمونا الميديا نرجع العرب الحقيقي شو حوالينا. لا بس عم تعملوا فرق، ما في شك، اكيد اكيد. بعدهم بيعملوا لك برنامج، انه اول شيء لو كنا نحن ببرنامج رصين لبناني هيدا الاكل كان بعد ما خلص، ما كان حدا دقره، عرفتي؟ طيب لنرجع لموضوع الكوميديا، وبعرف انت من الاوكورد كوميونيتي وعندك كل الاصحاب الكوميديانز مثل نور حجار، حسين الكاووك، البعلبكي، بدي اياكي هلا اليوم تطلعي فيني وتقولي لي مثلا نور حجار شو بتقولي عنه هلا؟ نور حجار؟ ايه ستيتمنت. كان عندي كراش عليه بالجيم انا وصغيره وقتها كنت ستريت، والله العظيم كنا انا وياه نروح على زيت الجيم، كان يعجبني. حسين الكاووك؟ حسين كاووك انا كثير، انا بحبه كثير يعني، حسين كاووك اكستريملي تالنتد، بس ما عم بركز هلا، عم بياخذ يمكن مسار ثاني اكثر. اوكي، مسرح سينما اكثر. صاحبي انت وياه اكيد، بس هذيك المره كنا على الببجي وهو اونلاين وعم بعمل له انه العاب معي على الببجي، والله العظيم بدي اوجه له لحسين كاووك هيدي الشغله، قولي له وعامل له اد على الببجي انه العاب معي. اوكي، وفي محل بفريقه، مش انه ما في محل، ما قابلني. اوف، تقهر عن جد يعني، قلبي موجوع. موجوع، وجعتي لي قلبي هلا. موجوع قديه، هاو كود يو حسين؟ عن جد هاو كود يو حسين، ما بتنعمل هالعمله. خليني نصوري صوري كمان الشاف عم بيقول هاو كود يو، كلنا بنقول هاو كود يو هلا فور يو شادن. مين بعد؟ البعلبكي. بعلبكي لطيف، اي لاف بعلبكي، مهضوم. شو بتحكي عنه؟
شو بقول عنه؟ بضحكني، بحب قد بحب لما يكون شخص اللي معصب اون ستيج كثير بضحكني وقت يعمل هيك، وكثير هيك بحس بفشل خلق بمحلات يعني. طب واذا بدي اسالك بدك تحدد بالتدريج، عندك خلينا نقول ثلاث اسماء او اربع، خلينا نقول ثلاث اسماء بس، اوكي؟ نور حجار، شادن، هيدا انت بتعرفي غنية حسين كاوك، اي واحد بتحطي حطي ليهم بالتدريج. في غنية اسمها يا صناع الفتن حلو هل على الوطن؟ لا انا سالتك انت عم تعملي فتن. لا 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 مين؟ قولي انت، انت بعرفك هيك صريحه كثير، قولي مين بين كاوك وحجار وبعلبكي؟ قولي هيك صريحه، كوني هيك صادقه. حكون ديما صادقه، لا بس اول حدا اول حدا اكيد ما انا مع انا انه انا معهم. انت معهم، انت انتوا الاربعه. انا في اقول انه كلنا بالتوب. بدك 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 تشوف 1 1 1 1 لشو عم تحرجيني؟ انا بعتبر حالي كثير قويه بالكوميدي يعني. يعني بتعتبري حالك نمبر 1 بلبنان؟ ايه قصدك بالعالم انت يعني، كنت عم تفكري؟ لا انا كنت عم بحكي انه هون كوكب زحل، لانه انا مثلا غير، لا تخيلي عم بمزح، لا لا انه بعتقد ماي فيفورت هو كاوك. قديش بحبك اليوم؟ كثير بحبك كثير، انا كثير بحبه. كاوك، وعندك بعدين بيجي من بعده حجار، كاوك حجار بعلبكي. اوف ايه، هلا انا وين بهالمعادله؟ هيدا سؤال صعب. طيب خلص ما احرجك اكثر من هيك. خلص بدي اعرف شو المشاكل اللي انت بتعاني منها كامراه بمجتمع الميم. بمجتمع الميم ما في كتير ناس عتندر. نحن نحن عنا مشكلة إنه ما في كتير ناس يعني زدكت يعني بتعمل سوايب لفت سوايب لفت سوايب لفت ما بيبقى حدا دغري بيصير there is no one in your area. وين كل الناس؟ فهي معاناة حقيقية برأيك. ايه أنا بدي شجع الليزبينز إنه يصير نساء أكتر ليزبينز. السوق عايز، السوق عايز، السوق عايز. يعني ما عم تلاقي حدا هيك قصدك؟ سوق عايز، ما عم تلاقي حدا هيك قصدك ولا ما فهمت؟ لا هلا أنا مبسوطة أنا لحالي. شو بتلاقي؟ هل انت لما طلعتي بالعلن وقلتي انا مثليه، اوكي، هل مشان تشجعي انه او تخلي المجتمع مثلا او اللبنانيين يتقبلوا المثليين وما يصير يعني في تمييز ضدهم اكثر من هيك؟ انا مثلا عشت تجربتي مع الموضوع وعشت انا العار من هالموضوع مع نفسي وعشت العذاب مع نفسي، واللي صار بعدين انه انا صار في تقبل كثير حلو وكثير اكسبشنال من محيطي ان كان عائلتي او اصدقائي. وهذا شيء كثير قليل تتلاقيه بمجتمعنا، وحتى مش بس بمجتمعنا اللبناني يعني، يعني عائلتي مجتمع شرقي او غربي يعني. عائلتي كانت سبورتيف كثير. نعم عائلتي سبورتيف سو لقلي انه انا حتى لو انا تعذبت هيك بس انا كان اي واز لاكي انه يكون عائلتي سبورتيف سو انا بدي احكي عن الموضوع تصير اكثر نورمال للناس اللي عاشت اللي انا عشته تحس انه ما كانت لحالها. ما كنت لحالك عم تفكر انه اذا انا بطلع جاي بموت، لا ما كنت لحالك. انا كنت بهالمحل وهياني قاعده عازميني على سي فود بهالغلا المعيشه ببلاش، عم باكل كالامار ببلاش وانا لسبيان. اتس اوكي اتس جود ويل سد ثانك يو. طيب شو بتحسي انت هلا الحقوق اللي لازم يحصلوا عليها مجتمع الميم، بتتمني يحصلوا عليها بالمجتمع اللبناني اكثر شيء يعني؟ هو انه العداله والتقبل يعني. قانونيا هلا بده يكون بكل وضوح انه الهيت يعني بيسكلي تو ديكريمنالايز ات، لانه انت كانت نوعا ما ضمن البند اللي هلا ما بقى عم يستعملوه كليا اللي هو طبيعي او مش طبيعي. اعتبروا انه هيدا منه ضمن هيدا البند يعني، عدت قضاة بس ما يعني انه هن ديكريمناليز هوموسيكشواليتي. بمحل وين كان في فئه من الناس مقموعه بده يكون بالمرحله الانتقاليه في وضوح على انه منا بقى ممنوعه ومنا شيء سيء. سو بدك بوضوح تو ديكريمناليز هوموسيكشواليتي من ناحيه، تامن الحمايه من الهيت سبيتش ومن البلينج ومن هول. الزواج انا بالمطلق انا بدي الغيه كله من المؤسسات بالمطلق يعني، انه ستريت او جاي، لانه انا لقلي الزواج مؤسسه قمعيه بحد ذاتها. منو شارط هالشيء؟ لا منو شارط؟ لا منو شارط. طب ليكي انت بنظرك انه طبيعي واحد يكون بعلاقه مع شخص واحد كل حياته؟
اذا مبسوط ليش لا، واذا بحب هالشخص. قديه نسبة الناس المبسوطين؟ ما بعرف، بس اكيد في حدا مبسوط، اكيد في عالم مبسوطه متزوجه. بعدين بدك تتزوجي تجيب ولاد، واذا انت مالك مجوزه بيطلع الولد لقيط، وانه انه في انه كل موضوع الزواج على بعضه، انه خلص انا بدي اجيب ولاد. فانت ما بتامني بالزواج؟ هيدا هيدا انا هيدا المؤسسه هي يعني. ضمن المؤسسه السلطات والسيستم، السيستم عايز يكون فيه شيء نوكليير عائله. طيب تيعمل يتحكم بالمجتمع كاكبر، لانه بلش بتحكم بالعائله بترجع بتحكم باكبر منها، بتحكم بالمجتمع تصير بتحكم كامل. فانت الورقه منك مقتنعه فيها، بس اكيد مامنه انه اذا اثنين بحبوا بعض يضلوا مع بعض ويكونوا بكوميتد ريليشن. انا اللي عم بقوله، انا كنت عم بقول انه انا مع الحق الكل، انا لإلي انه لازم يكون خياري للكل. اوكي هلا كمبدا الزواج في لك ماني مع المبدا، بس انا بس انا ما بجي بقول مبنى على الزواج، انا انه اذا اللي بده يتجوز يتجوز، ما يتجوز ما يتجوز. نعم. واذا اثنين من جيز او من ال جي بي تي كيو او كوير او او ترانس او بدهم يتجوزوا، then by all means تجوزوا، حتى بس انه تجوزوا. طيب اكيد في اشياء كثير بالمجتمع بتسيء للمراه بالمجتمع اللبناني، واخرهم انه بس في عنصر واحد انثوي بالحكومه هلا اللي شكلوها. شو تعليقك هالموضوع كشادن؟ انه بيجوا بيقولوا لك انه هيدا منه شيء سكسست، انه بيقولوا لك هيدا منه شيء خاصه بالمراه، وهيك مبلا، لانه بتكون تقولوا لي انه من كل خبرات اللي موجوده انه ما فيش نساء قوية بالاقتصاد وذو خبرات عاليه كفؤين قدهم لكل هولي او اكثر منهم، او ما فيش نساء كمان فاسدين بتكون يعني اعتبري انه انه في نساء فاسدين وشاطرين بالسرقه كمان، ليش ما بتكون شاكون السرقه؟ انا بدي العداله بالسرقه للمراه كمان، يعني بتكون شكل حكومه سرقين وفساد يكون فيها نساء خيط السرق، بس يكون في نساء. شادن عن جد ما عم بيلاقي اتركك اليوم حبيبتي، في غيري كثير تركوني. اتس اوكي عادي عادي هي انا منيحه طعموني بدي اكل مشاعري، عرفتي؟ ان شاء الله تكوني انبسطتي بالاكل. انبسطت عندي، بس اذا فينا ناخذهم بالتابر وير اللي بقوا، لانه عن جد عم تحكي؟ بدي اسالك سؤال، انت ام صح؟ خبريني انت عن التابر وير، انه شو علاقتك بالتابر وير وليش في هالتعلق هالقد؟ يعني ليه؟ انه بحب التابر وير اول شيء. انه ليش هالقد بتنقهري لما يضيع التابر وير؟ يعني هلا كان عندي علاقه مع التابر وير من زمان، علاقه قديمه. كانت علاقه يعني شو بقولوا، حب وكره. كره وحب. كره وحب. انا بس حبيت اصلح لك هيك بس سؤالي. وبرد وشوب، بس انه هلا ما بيعني لي التابر وير ابدا ابدا زيرو. لا انا قررت هالعقده اوقفها عند امي، يعني ايه. انه ما تتورط، ما يصير في توريد سياسي للتابر وير. ما ورطتك ما ورطت، يعني اذا حدا اخذ التابر وير هلا صراحه في انا عم صير شوي شوي مثل امي، هذا بخوف انه فانا خايفين اوصل لمرحله يصير هالقد متعلقه بالتابر وير. يعني انت اندبندنت هلا من التابر وير؟ انا مره مستقله عده مرات على الاخر يعني كليا. انت لحالك هلا؟ انا عايشه لحالي. عايشه لحالي، عندي فلات ميت اسبانيه، بس انا مستقله عن العيال كلها يعني. بس انه هلا صرت انه مثلا انه بتكون عند الفلايت ميت انه بصير السلسلة تعمل قصة مثل ماما، انه مثلا بفوت على التواليت مثلا انا بعيط لها، هي بتكون بالصالون بقول لها انه سونيا كم هير، بتقول لي شو في، بقول لها كم هير، بتقول لي خلص ما قولي لي انه شو في كم هير، بتجي على الحمام بقول لها وات از ذس، انه عرفتي هيدي ماما بتعملها، انه هيدا شو انت عم انه عم جيبها عم بعمل قصة مثل ماما. ايه فيمكن يصير عندي علاقة معينة مع التابر وير، بس عم بشتغل انا والبسيكولوج انه ما نوصل لهالمرحلة. ايه شو حبيت قطعك الكهرباء، ما بديش اقول شيء، بدي اقول كسختن الله لا يوفقن وطن النجوم، هذا انا هنا